FM. الكل مليك. نجي أنا للتوقيت وما تقتضي الحكمة. ما ضر لو أنك أنت تستشير شركائك. رئيس الحكومة إيه يعين ويعزل، يقترح ويعزل، مش يعين ويعزل. افترض يهزم المجلس ويقول هذوم المقترحون لتولي حقائب كذا، ويهزم المجلس يلزم ياخذوا ثقة في المجلس. دونك قانونيا ودستوريا الباساسون لازم تتم إلا ما يتعداو على المجلس وياخذوا ثقة النواب. هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، في التقليد الديمقراطي التحوير الحكومي يتمش بالسرقة نهار سبت، يتمش، يتم بالوضوح الكامل ديبي السمان، خاطر في المنطق شنو تو باش تصير فوعة ويكاند يوفى الويكاند وكل شيء يشد الطريق. في الأنظمة اللي تقوم على الشفافية والتشاركية لا تتم التغييرات بهذه الطريقة. تشاور حتى الاطراف المكونة لحزامك السياسي على ضعف الحزام هذا. نجي أنا الآن إلى ما قالوا البارح وما قالوا رئيس الجمهورية. قبل رئيس الجمهورية خرج عينه في خطاب في انترفيو، مش عارف تسمى انترفيو ولا المفيد، في والمنشو حوار خرج في والمنشو، قال أن الحكومة هذه هذا كلام فارغ، هذا نقيموه بعد 100 يوم، ما نقيموه بعد عام. وظهر أنه بالأزمة مظهرش البارح في خطاب في الانترفيو بتاع يوسف الشاهد، ظهرت فيه كلام رئيس الجمهورية أنه طالب مزيد من الوقت للحكم على هذه الحكومة. هذه دل على الحكومة لم تحقق على الأقل جزء أو ما وعدت به منذ توليها. اللي يطلب رئيس الحكومة أن لا نحكم عليها بعد عام، ثم كريز، ثم أزمة. نجيو البارح الانترفيو بتاع يوسف الشاهد، لف حكاية التحويل الوزاري على عجل وكأنه خايف الموضوع يطول، ثم بدأ يحكي في أشياء اللي بالمنطق تحكي لي أنت على البنوك العمومية. مثال، تعرف البنوك العمومية هذه عدنا رسملتها، عدنا رسملتها بالأموال العام، ومش صحيح خاسر البنوك هذه. شوف البياش، أنا سبيل المثال الحساب متاعي في بنك لسكان من اللي خديت قرض من الداري ممكن ما كذا، نعرف نتبع البياش ماش خسر، عندك وثيق مش في داير تتبع هذا المعروف موجود، هذه ماهيش معلومات سريه، هذه واضح البياش ماهيش خاسره. لستي بي ما نعرفش، ما عنديش معلومه باهي. وقت تقول انت البنوك هذه خاسره شنو نعملوا بها، هذه راه موقف سياسي مش موقف تقني. وقت ندخل في الارقام وما الى ذلك، انا قاعد نعطي في دي زارغومون تكنيك الديسيزيون بوليتيك ايديولوجيك، اللي هي هل القطاع العام او القطاع الخاص. سويون كلير معناها، وماهوش عيب الانسان يدافع على القطاع العام ولا يدافع على القطاع الخاص، مش هذا، ولكن المهم هو الظرف اللي انت فيه. وتل تحكي لي انت على دوله وتحكي لي على دور تعديلي، تو الدوله على سبيل المثال تل تطلع صوم البطاطا، الدوله تحل شويه توريد باش تعدل. انت برامجك التنمويه البنوك هذه كي تعملت ليش؟ باش تمول جزء من سياسة الدولة لدعم السكن الاجتماعي على سبيل المثال. لو كان مش البياش راي عشرات الالاف من التوانسة ما ملكتش ديار. بتجي البنك الفلاحي، لو كان مش البنك الفلاحي راهو برشا فلاحة ما عملوش مشاريعهم الى اخره اجتماعي للبنوك بالضبط. وقت اللي انت تقول تاخذ الحكاية هذه كفردو، باش تعمل سياستك الاجتماعية من بعد، باش تعدل الامور، باش تحمي البنوك هذه. هذه الناس لازمها تفهم، وغيرها من المؤسسات هي اللي كانت الأدوات بتاعت فرهيد الطبقة الوسطى، اللي الطبقة الوسطى عن طريقها اللي هي مفخرة الدولة البرجيبية. الطبقة الوسطى هي اللي مكنت الطبقة الوسطى أنها تملك منازل، تملك سيارات، تحق شوية رفاهة، يعني بتدخل الدولة. هنا وقت تقول لي باش نبيع وهذه أصبحت أنفردو، نقول لك لا حبيبي، لا جيستيون بتاعك انت ردتها انفردو. ما بين الدعوه للاصلاح والدعوه للتفويت ثم خطه كبيره برشا وطريقه طويل برشا، يلزم نمشي فيه بالخطوه بالخطوه. اللي باش يصير هالتفويت هذايا، باش نحكي مثال بسيط برشا، خلي من دقيقه تحكي على التفويت وما عندكش فلوس، حل دوسي الاملاك المصادره وشو كيفاش الاملاك الدوله المصادره تباع تحت الحيط، توا تحت حسم اسمه
أملاك بعضها يسوى، بعض العقارات تسوى مليارات تباع ببضع مئات. تحكي على ملفات فساد أنت تو. نحكي على سوء تصرف واضح في الأملاك المصادرة، وسنفتح هذا الملف قريبا. كاب أف إم الكلمة ليك.